Welcome. It's a big honor. It's one of my greatest privileges today to start and to launch this series of episodes and of videos to learn English. All the content that I'll share with you through all this journey will be very helpful and useful for you in order to develop your communication skills and to take advantages from my experience. As you know, English is one of the most used languages and all over the world, and we need to have it because we might have a lot of opportunities if we have English, if we can communicate, if we have the communication skills, if we can debate with others, we can communicate, we can talk about topics. The main aim and the main purpose of these is to help you how to learn English and to avoid a lot of mistakes. Yeah, because when we don't have the procedure, firstly, we might make a lot of mistakes and we will not continue the process. We will not continue. And one day we're gonna stop. The first thing is to distinguish between the American and the British accent. British, American. Yeah. النطق الامريكي والنطق البريطاني. علاش تقدر تجيكم غريبه شويه؟ حنا يلا غادي نبداو في الاول وغادي نبداو بالنطق. كيفاش جوج دو الاكسنت اللي كاينين ولا نقدروا نقولوا حنا اللي متداولين بزاف، حيت ملي كتبغى تقرا الانجليزيه ما غاديش تلقى نفس النطق. دابا انت بديتي ما مشيتيش ما خديتيش واحد بروسيدجر، واحد ما وراك حتى شي واحد استراتيجي، واحد منهجيه، واحد الجايد لاين باش انك تبدا. شنو كيوقع لك ملي كتبدا؟ كتولي كتبع هذا كتبع هذا كتبع هذا، بعد مرات كتلقى واحد نطق واحد الكلمه في شكل والاخر نطقها بشكل واحد اخر، وهنا يو جيت كونفيوزد، كتخربق وكتبرطط، كتقول او واش هادي غادي نطقها نا ولا نوت. بغيت نقول انا ما كنحسش براسي مزيان، اي دونت فيل جود مثلا، غادي نقول ام نوت جود ولا ام نوت جود. بحال نوت كاين اللي كينطقها نا كاين اللي كينطقها نوت. واش غادي نقول انا نا ولا نوت؟ كاين اللي كينطقها ب ا كاين اللي كينطقها ب او. انت ملي كتكون كتقرا لونجلي هادي من بين الحوايج الاولين اللي كتعرف باش كتبغي تعبر عن النفي ديال شي حاجه، مثلا انا مزيان انا ما مزيانش، واش هذه زوينه هذه ما زوينه. اذا خاصني نعرف شنو كاين، وهذا الشيء اللي بغيت نشارك معك انا في الاول. في الانجليش كاين بزاف دول النطق، كاين بزاف ديال الاكسنت، كاين كنديان كاين اوستراليان كاين بريتش وكاين امريكان، ولكن اللي يعني اللي شايعين بزاف اللي هي الامريكان والبريتش، والاولى كاع هي الامريكان. انا ام talking تو يو ولا ام talking يو، واش تو talk ولا تو talk؟ ام talking يو ولا ام talking يو؟ الجو اليوم مصهود، اتس فيري هات ولا اتس فيري هوت. كاين اللي غادي يقول لها هات كاين اللي غادي يقول لها هوت. دونك هات هوت. ذا ويذر ذا ويذر ولا ذا ويذر؟ هاو از ذا ويذر توداي؟ open the door open the door ولا open the door the door 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 ما نطقناهاش في الاخر door the door ولا the door. هنا كاين الفرق، واش انا غادي نقولها هكا ولا غادي نقولها هكا؟ مره كنسمع شي واحد تينطقها بهذه الطريقه ولا مره كنسمع شي واحد كينطقها بهذه الطريقه وكتلف. اليوم غادي نوصل مع الطلطة. today I'll be later. Today I'll be later. Today I'll be later. Later, later. متأخر. Later, later. It is better to use this manner or this method. It is better. It is better. واش better ولا better؟ شفت الفرق كبير؟ Better, better. I need a little bit of water. The water. Water. Water.
واش water ولا water. واحد تلقى تقول لها water واحد تلقى لها water ولا water. في الحقيقة الأمريكان accent مفتوحة كتحل فيها فمك مزيان وما كتعذبش فيها، وخا بعض المرات حتى هما كيسرطوا شي كلمات ولا شي حرف تيطلعوا هكا وهكا الى اخره، هذه عاديه، ولكن كتحس براسك فيها مور هابي. بريتيش اكسنت النطق البريطاني لا، عندهم شويه فحال كيسدوا فمهم ماشي فحال مراكنا. وهذا هو السبب علاش انا بغيت نبدا معاك في اول حلقه من هذه السلسله بالنطق. انت اختار شنو غادي تتبع، اين تيار، واش البريطاني ولا الامريكي، باش ما تبقاش متشتت في دماغك وتقول واش غادي نطقها 20 ولا 20. I have 20 years old ولا I have 20 years old. واش 20 ولا 20. انت حاول في الاول تبع اختار مع راساتك. ولهذا كنقترح عليك بزاف ديال الفيديوهات انا غادي نديرهم لك في صندوق الوصف هنايا، فيهم غير الفرق ما بين American accent British accent. شنو غادي دير هنايا؟ تتفرج في هاد الفيديوز اللي مدير لك انا في الديسكريبشن، غتلقاهم هما الاولى، تفرج ليهم، خذ شويه من الوقت ديالك واحد ساعه ولا ساعه ونص، شوف وتبع مزيان، شوف الفرق اللي كاين ما بين هادي وهادي باش انت تختار. هذا يستحسن انك تختار من الاول شنو غادي نتبع، باش ملي تبدا تتعلم ان شاء الله الانجليزيه ديالك كنتي يلاه غادي تبداها، ولا كنتي باديها ودابا غادي تستمر ولا غادي دير لها واحد بروغرام اللي هو مور انتنسيف اللي عامر مزيان، تمشي مزيان حتى الاخر وتتعلم ان شاء الله وتولي able to understand and to be comprehensible and understood. حيت اهم شيء في اللغه هو انك تفهم، to be comprehensible and understood، ملي كتهضر كيفهموك الاخرين. غير هو بالنسبه لك انت ملي تسمع شي حد قال شي كلمه نطقها بواحد الطريقه وانت شديتها بواحد الطريقه واحده اخرى، مثلا انت كتقول it's very hot، واحد يقول لها it's very hot، تقول ياه ويلي ما نطقتها بحال هكا، وقلا تنخربق وما كتبقى لك لا موتيفيشن لا والو، دونك كطيح. انا ما بغيتش نطيحك في هذا الشيء، يعني بغيت من الاول نقول لك شنو كاين وشنو كاين، يعني حتى لا سمعتي هو نطقها بهذيك الطريقه تقول بجوج ديال عندنا صحيح. غير هو نطقها بواحد الاكسنت واحده اخرى، وانا نطقتها بالاكسنت اللي متبع، ولكن بجوجنا حنا مفهومين، ماشي نقول ويلي راه هو اللي عنده صحيحه. علاش؟ حيت هذاك النيتيف سبيكر، هذاك متحدث اصلي، سمعتيها فيه انت، شفتها في السوشيال ميديا في يوتيوب ولا اني كايند اوف سوشيال ميديا، وتبقى تقول لا هو اللي قالها صحيحه، اذا هذاك اللي شديت انا مزيانه، هناك ما كتبقاش عندك الموتيفيشن. حيت حنا ملي كنكونوا كنقراو ولا كنتعلموا واحد الحاجه، مره كنديروا واحد التقييم لراسنا ايفالويشن، وهذاك التقييم او الامتحان هو اللي كيحدد واش كنكملوا ولا ما كنكملوش. حيت غالبا نفس البشريه ملي كتكون كتعلم واحد الحاجه وما كتلقاش راسك انك كتحسن، ما كاينش واحد التحسن، there is no improvement، ما كاينش، انت باقي في هاد بوينت نفسها. هنا صعيبه، عادي جدا صعيبه، حيت ملي كتلقى راسك كتعلم كتزيد وكيكون داك الشيء تيولي مور انجويبل، مور انجويبل كتلقى فيه واحد المتعه واحد اللذه، داك الشيء زويون. ولكن ملي ما تيكونش التحسن فكتفشل وكتوقف. انا ما بغيتكش توقف صافي، وهذه كانت كتوقع لي انا بزاف المرات. انا كنتعلم كل مره كنزيد نتعلم هذه نشد هذه، ملي كنجي كنجرب وكندير الكوميونيكيشن الاكتيفيتيز الانشطه ديالي كنقول ياه علاش درت ليها او، وهي خاصها تقول مثلا غير او، درت لها او ولا درت لها اي، وهي خاصها تنطق غير ا بحال هكا ا ماشي اي، او فوالا اتس فيري نورمال. ما كتحسش براسك انك راك غادي مزيان وكتحس براسك انك راه تترون. دابا انا خليت لك الفرصه، انت قلب شوف فين غادي ترتاح ذاتك، واش في الامريكان اكسنت ولا في البريتيش اكسنت. سير هكا الى لقيتي راسك مزيان، ولا بغيتي تسولني ولا تقول لي اقترح عليا انت شنو نتبع، انا غادي نقول لك تبع الامريكان اكسنت. علاش؟ حيت لي تلقى فيها الكونتنت بزاف محتوى، يعني في الانترنت سواء في يوتيوب ولا في انستغرام ولا في كاع الويب سايت غتلقى فيها هي المحتوى بزاف، وحتى يوتيوبرز بزاف، ولهذا حتى الكورسز دورات في اللغه الانجليزيه اللي واعرين. وهذه هي المفاجاه اللي موجد لكم اللي غادي تكون ان شاء الله في الحلقه الجايه، كاين واحد الكورس اللي هو واعر تيسوى تمام صراحه،
انت غادي تاخذه مجانا وغادي نوريك ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي تبدا، كيفاش غادي تخدم به، وكيفاش غادي يساعدك ان شاء الله. كنت يلاه غادي تبدا ولا كنتي بادي من شحال هادي وان شاء الله دابا كتفكر انك تزيد، حيت هو فيه 6 ديال المستويات وانت دابا ان شاء الله غادي تحدد المستوى ديالك، تعاود معاهم من الاول ولا تختار المستوى اللي وصلتي ليه انت وتكمل ان شاء الله مجانا. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه باش نوريكم الطريقه ونوريكم هذا الكورس مين غادي تجبدو وفين كاين كيفاش غادي نخدم فيه. والله يسخر لكم في البروسيس ديال ليرن انجلش، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم.